Mosaïque FM Podcast. سايس خو يا حماد اسمعني في حيث هاي بركة لو كان عندك الجريدة في بحيثه وقرأ لي عروض الزواج راه خلنا نعملوا الضحيكة في بحيثه نشوفوا شكون يحب يعارزه وشكون مزيان هاي براني معك يا بيجي اسمعني يا ودي ما كفر ربي كان العروض تو نقرا لك انا وانت قل لي انا العرض اللي يعجبك فهمت اسمعني هذا العرض الاول قال لك روم عمره 72 سنه قال لك ما يعرفش طر خلاوين ناوي كان سهر ربي يستحسن بحكومه قال لك كل كان شاطط شرط عمره عامين يحب طويله وبيضه يحب فراطه يعشقوا اما اسمعني قال لك راه فوكسيونيل كان سواتين من زمان في النار هكا هو معناه هي عندها 22 ساعه بند الزر ويقعد اوليز الهوايه نتاعه وقال لك تربيه الديناصورات فهمت شوفي بحيث العرض هذا ما يكون كان تاع حمد المستيري بحيث مادام قالك هوايته تربيه الديناصورات باز حمد المستيري هاي مشي اعطينا العرض اللي من بعد ايوا يا بيجي هاي اسمعني هو العرض الثاني قالك مراقي عايش في الخارج متدين وناوي يكمل نص دينه عنده الغاز قالك داويه مرتين عند الشعبوني كيما براش منه ولا غلف روحه بالبوفيز الحاصل نقول لك حاجه هو برا من هون يا اخي طلع له سيرك في عينه يا اخي مسيك البطل قالك ماهوش نعرس ولا عائلته بالسيف خذاو له بنت سيالي هكا ومن وقتها ورس بها هذا في بحيثه مادام خذاو له بالسيف 100% هذا يكون العرض نتاع سي مهدي جمع اعطيني العرض من بعد يا حمود ايه ايوه يا بيجي ايه شد عندك اول عرض في الفي هاي اسمع يا باش يحبي قال لك هذا غشير ما عنده شيء ما فاهم شيء ما بقى له شيء ضايع يا ودي مشحتف قال لك ما حاجته بشيء ما عنده حد شيء وما فاهم حد شيء فهمت يا ودي من الاخر ضايع فيها بيزقه اون بليس زيدك زياده راسه كاسح يا ودي مشحتف ما عجبه شيء تقول له بيضه يقول لك لا كحله قل له كحله يقول لك بيضه يقول له هذه شنو يقول لك لا انت قول يقبل يا ودي هو ولا باز ما عينوش باش يعرس ما فهمتش لين ما رجنا بعثنا انا شلع الزيت بلاو علينا ناقصين احنا هذا في بحيثه مادام ما عنده شيء وما فاهم شيء وما عاجبه شيء وما يحب حد شيء هذا 100% يكون كان العرض نتاع محمد الهمامي نعم بحيثه هاي مش اعطينا العرض اللي من بعد اه يا سيدي تنقول لك العرض اللي من بعد وهذا العرض الرابع قال لك هذا راجل نواره يخاف ربي وقاري البرة ومعاشرها اش ليله مليله وما يعرفش يحكي لغات هاي قل لي لين ما يعرفش يحكي لغات شنو كنت نقول لك لين هاي سيدي لين ما يعرفش يحكي لغات بحيث هاي تنقول لك لين ما يعرفش يحكي لغات خاطر اللغات الكل ضربهم يا ودي يخلي دار الشر واش عنده ديار مش حسد ولا حاجه يا ودي قال لك عنده جنان في قطر وعنده كافيتيريا في لندن وعنده عماره في مونبلوزير يا ودي بيناتنا مستقبله مضمون وزيد عنده حانوت نتاع دبش في تركيا اما اسمعني مش نتاعه مع شريك اردوغان يا ودي قال لك ناوي كان سهر ربي بالطلب هذا يحب زوز ولا فلافل هو بيحطهم معه قال لك يقبلهم كيف ما هما قال لك نقبلهم ماكله وسكنه عرفتوا هذا شكون يا ودي شو عرفتوا بحيث باش هذا ما يكون كان غنوش هذا يا سيدي نعرف المعروف نتاعه هذا العرض تاع الغنوشي بحيث هاي زينه من العروض هاي خلينا ناخذ بحيث ترتاح سايس خو مدعي كفان بودكاست.